خرجت اللبوة الأم بمصاحبة أشبالها الصغار في رحلة للبحث عن الفرائس. اللبوة تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على الفريسة. يدرك الخنزير البري قوة الأسود فيحاول الهرب. تصل سرعة الخنزير البري إلى 30 ميلا في الساعة. اللبوة صيادة ماهرة لن تترك فريستها بسهولة. الخنزير البري يجمع قواه ويقف بشجاعة في مواجهة أقوى المفترسات. صغار الأسود تنتظر قدوم الأمهات بالطعام. أنياب الخنزير البري قد تقف عائقا أمام اللبوة، ولكن تسرع اللبوة مرة أخرى لمهاجمة الصغار. فاللبوة الأم قد تتحمل صعوبة المواجهة، ولكنها لن تتحمل جوع الصغار. بعد جولات كر وفر بين اللبوة والخنزير البري، قد تنجح اللبوة في الحصول على وجبتها. صغار الأسود يحدقون في صمت وحذر، لأن فوز اللبوة الأم بالفريسة يعني حصولهم على الكثير من الحليب اليوم. فاللبوة ترضع صغارها حتى يبلغون الشهر السادس. تسرع باقي الخنازير الصغيرة للاحتماء بالأم التي تهددها الكثير من المخاطر في عالم الحيوان. الأفاعي أيضا لن تترك صغار الخنازير، فهي وجبة سهلة المنال. ولكن أمهات الخنزير البري تنتقم من الأفاعي شر انتقام. فأنياب الخنزير البري لن ترحم الأفعى. النمور أيضا تتربص بالخنزير البري، فهو وجبتها القادمة لا محالة. تكشر النمور على أنيابها لإظهار مدى قوتها وحاجتها لطعام. يسرع النمر حين تحين الفرصة المثالية لصيد خنزير بري، وعند فرار الفريسة قد يستخدم النمر أساليب الخداعية للإيقاع بفريسته، فهو يعرف طريقها بوضوح وحاجتها للمياه، وينقض النمر على فريسته وينجح في اقتناصها. فهو يملك من البنية القوة والأنياب الحادة ما يمكنه من تنفيذ مهمته بنجاح. وتسقط الفريسة بين أنياب المفترس. التماسيح أيضا لن تترك صغار الخنازير بأمان، وتنقض عليها وسط دفاع مستميت من الخنزير الأم وشجاعة باسلة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا جزيلا على المشاهدة.